أيها السيدات والسادة، في 23 يوليو الماضي نظم تحالفنا تظاهرة تونيزيا دور الفعراء في تونس، وكان شعارها الكفاءة التونسية بالخارج قوة دفع للتنمية والتغيير ولإشعار تونس في العالم. التظاهرة هذه كانت أواصلاً لسلسلة تظاهرات سابقة طيلة السنة. التحالف بتاعنا أنشأناه منذ سنة فقط، وعلى طول السنة أنجدنا العديد من التظاهرات في باريس، في لندن، في مينيخ، في سياتل، وستتواصل هذه التظاهرات قريبا في جنيف وفي موريال. والهدف من هذه التظاهرات هي أن في كل بلد ينشط فيها التحالف بتاعنا وينشط فيها جمعياتنا، نجمع الكفاءات التونسية في البلاد هذه ونروج لتونس وشركاتها والكفاءاتها في هذا البلد. وتظاهر تونس، تظاهر تونس في 23 جويليا كانت تظاهرة جامعة وجزء من حاجة سميناها لموالد ديسبورا، ديسبورا مرة. شهر من 15 جويليا 15 شهور حاولنا فيه بعض رسائل عديدة وتحويل العطلة الصيفية من فترة تقتصر عادة على الراحة والعطلة والتلاقي مع العائلة إلى فترة ترتبط فيها كفاءاتنا وجاليتنا بالخارج مع الاقتصاد الوطني مع التعليم فيه ومع تحديات المستقبل الدولي. وبالإضافة للتظاهرة هذه نقلنا العديد تظاهرات طيلة الشهر، منها سهرة للتشبيك وتسعة تظاهرات، احنا تأخذون بها تسعة تظاهرات في كل ثاني جهات الجمهورية في تسعة جهات. هذه نسخة أولى شينا سيانا، باجا، ديابس، فاقس، كتاب، كوزر، فوسا، شكرا فوسا حوالي 100 جربة قريبا. إضافة إلى أربع تظاهرات ثقافية في تونس وسوسرا وسفاقس. منتدى 23 جويليا جمع في يوم واحد أكثر من 2000 مشاهد، منهم عدد كبير من الكفاءات التونسية في الخارج، مع أكثر من 120 شركة ناشئة وشركة ومنظمة، منظمات وطنية ومنظمات حكومية ومنظمات دولية. المنتدى كان فرصة للتعريف بعديد التجارب الناجحة، تجارب عديدة الحقيقة، النجاحات موجودة، المبادرات موجودة في كل مكان وفي عديد الأصعدة، وتجارب ملهمة لمساهمات فعلية للتونسيين بالخارج في بعض شركات ناشئة، في الاستثمار فيها، في جلب استثمارات خارجية للبلد، في مساعدة شركاتنا التونسية الوطنية على التصدير وعلى الاتصال بالأسواق العالمية، في التنمية الجهوية، في التعاون الفني، التعاون في الميدان الجامعي وميدان التحقيق العلمي، في الثقافة، في حماية وتكوين التراث، في العمل الجمعيات والخيرية، يعني في كل أصعدة، في كل ما يهم التنمية والمواطنة، في الكفاءة التونسية اليوم قاعدة تنشط، ولكن نجمو ومازال معنا المشوار طويل باش نزيدو نقدمو ونزيدو نقويو النصح تاع المشاركة. والمنتدى كان الفرصة للتحاور والتفكير في كيفية تحفيز وترشيد دور الكفاءة التونسية بالخارج في الاقتصاد الوطني. واللي تبين الوضوح هو من ناحية، وهذا ما يخفى على أحد، تواجد احتياجات كبيرة في الدولة وانتظارات هامة على جميع الأصعدة تخص التونسيين بالخارج. الرسالة الأولى هي موجهة للتونسيين بالخارج، الكفاءة هي يقولونها عندكم دور انكم تطلعوا ليه، ثم انتظارات كبيره تخصكم، يعني هو رساله مسؤوليه. ولكن من ناحيه اخرى نرينا الوضوح قدره، خلافا عن القدره الهائله للكفاءات هذه المتجسمه في المساهمات الفعاليه اللي تحكينا عليها قبل ساعه، رغبتها ايضا، رغبتها الملحه والرغبه الجامعه الجامحه في المشاركه في المساهمة الفاعلة والفعالة في الاقتصاد والاستثمار والتنمية. وليبين أيضا الوضوح أن المساهمات اليوم دون المحمول، دون المحمول ودون الطاقة الموجودة ودون المقدرة الموجودة لدى الكفاءات هذه ودون الرغبة اللي عندها هي مش سهلة، والأسباب عديدة ومتعددة.
مش بنحكيه ساعات نسمع كلمة عراقيل وتعطيلات. أنا ما بقولش لا عراقيل ولا تعطيلات، يلزمنا نكون واعيين بيه، كله إن العالم تغير، بلادنا تغيرت، والدنيا كلها تغيرت من حولنا، واللي إحنا كلنا دولة وشعب وفرودين ومؤسسات مدعوين أن نتغير. وأنا نراجع أنفسنا في عديد المجالات باش نرتقي لمستوى التغيرات هذه. يعني هي هذا هو الواقع، مش تغيير التعديلات العراقي. ويلزمنا خاصة أن نرتقي بالمناخ الاقتصادي بتاعنا، بالتشريعات بتاعنا، بالخدمات الإدارية بتاعنا، بالخدمات المصرفية بتاعنا، باش نسهل رجوع جزء من الكفاءات اللي تونس، ونسهلوا عليها حتى كي ما ترجعش، أنا ترجع اللي تحب ترجع واللي تنجم ترجع واللي تقدر ترجع للبلاد. وهذا اللي قاعدين اليوم نسعى ليه احنا كحال الكواد في حال جمعيتنا، على خاطر يزلنا نخرج زاد من الخطاب العاطفي مع الجالية، خطاب مسؤولية، خطاب ارتباط لتعلم من تونس اللي هو مهم، يزلنا نخدم عليه خاطر العلاقة يزلنا تخدم، تخدم مولا في غير، تخدم جيل بعد جيل، يزلنا نحافظ عليها ونمرها. لكن يزلنا نخرج من الخطاب العاطفي إلى خطاب عقلاني عملي تطبيقي. وخلينا نقول بوضوح أن اللي عرفته بلادنا في السنوات الأخيرة من تنامي سريع للهجرة والهجرة الأدهرة بالخصوص يستوجب منا وقفة ومراجعة وقرارات حازمة باش نحسن قدرة تونس على استقطاب كفاءات واستقطاب استثمارات ومساهماتهم الاقتصادية والتنموية. وهذا يتطلب نتحدث عليه في المنزل في لقاءاتنا مقاربة جديدة. احنا مدعمين اليوم، هذا أمين المنطقة الهدية اللي جمعنا اليوم، أن نخمو في مقاربة جديدة وتغيير جذري ونقلة نوعية باش نرتقي في مناخ الأعمال والاشتراعات والخدمات اللي أصبحت لا تتلائم مع العصر. بكل بساطة لا تتلائم مع العصر ولا تستجيب لا لأمال ولا لتطلعات كفاءاتنا وشبابنا اللي أصبح لا يرى سبيلا للنجاح سوى المغادرة والهجرة. وهذا غير مقبول، نعتزلنا هذا يدعونا أن كنا نشمر على مراعاتنا ونخدموا باش نحسنوا وضع بلادنا. وباش نحققوا في مقابل النزيف الأدنى اللي قاعد يحتاج تدفق معاكس، تدفق معاكس من العودة ومن الإرجاع. باش نسهلوا على كل تونسي اللي يحب يرجع لبلاده ولا يحب يراجع حاجه لبلاده المشوار بتاعه، نسهلوا عليه العمليه في كل ميادين. ايها السيدات والساده، المشوار اللي بشجعوا اليوم ان شاء الله مع بعضنا مشوار طويل، وكل مشوار يبدا بخطوه، وكل خطوه تبدا بالثقه، ثقه في النفس وثقه في الاخرين. وكل منا اليوم مدعو الى خطوه ثقه، ثقه ثقة في مستقبل بلادنا، في حضارنا، في مستقبل بلادنا. احنا في تحالف الوعد في جمعياتنا على ان نتضافر جهود الجميع من دولة ومجتمع مدني من قطاع خاص وقطاع عام هو اللي يجيب الحل. وكل املنا اليوم هو ان نخرج من هذه الندوة بخطوة عملية حقيقية وشجاعة تبعث رسائل ثقة وطموح للجميع. لكل من ندعو وكل منا مدعو اليوم انه يطلع بدور كامل حتى تكون كفاءاتنا من الخارج قوة الدفعة التي نريدها لنجاح تونس. لكل منا دور، للمجتمع المدني دوره، وهو يسعى للقيام به اليوم، والدولة على دورها وهي تسعى للقيام به اليوم، وكما قلنا بتضافر جهود الجميع وبالتنسيق بيننا صحيح، وتشبيك دورنا صحيح، وكفاءاتنا، سنرتقي سويا وسننجح سويا. خطر هذاك هو خطر بلادنا، ما ثماش خطر آخر، وهذاك مستقبل بلادنا وعلمنا. ولا خلينا نقولوا لكل جميع، على كل واحد أن يلعب دوره، فليلعب كل دوره، ولكن فلنلعب جماعيا، كل مع بعض. ونحن قادرون على ذلك، قادرون، التوانسة قادرون على ذلك. وإحنا فيما يخصنا لن ندخل جهدا في غير سبيل. والله لا نتوفيق الجميع.